ليه بنشك فيه؟ شفنا الأمانة بتاعت الله لدانيال وشفنا أمانة دانيال لله. مفيش حد أحب الله والله خذله أبدا. المشكلة كلها دايما فينا، إحنا بنحب قليل وبنشك كتير. في ملك جديد اسمه داريوس، داريوس سمع عن دانيال خلاه واحد من الثلاث وزراء بتوعه. طب يا عم انت ده انت مملكه جديده ووزراء جديده وناس جداد خالص، بابل خلصت بقى، ما تحط بقى الرجاله بتوعك. قال لا، بس دانيال ده انا سمعت عنه حاجات كتير، انا هحطه واحد من الثلاثه الكبار اللي في المملكه بتاعتي من كتر ما سمع عنه. طبعا بقيه الناس اللي هم من المملكه الجديده غاروا منه، ازاي يعني ده ياخد مجمع يبقى واحد من الثلاثة العظامة عندنا؟ احنا لازم نوقعه، لازم نضيعه. قعدوا يدوروا في الدفاتر بتاعته، في التصرفات بتاعته، في الكلام بتاعه، ان يلاقوا غلطة. مفيش غلطة. يلفوا يروحوا ييجوا، قالوا في الاخر مفيش غلطة في دانيال الا من جهة عبادته لإلهه. دي الغلطة الوحيدة اللي ممكن نلاقيها فيها. بصوا الكلام، مش ممكن نلاقي غلطة فيه إلا في عبادته لإلهه. فعملوا الخطة الخبيثة اللي انتوا عارفينها، وراحوا لداريوس وقال له انت ملك ملوك ومش عارف ايه، واعمل قرار انه محدش يطلب لا من انسان ولا من اله غيرك لمدة 30 يوم، واللي يطلب حطه في جب الاسود نعدمه، نقتله بجب الاسود. فنفشوا داريوس، ضحك عليه وكتب الكلام ده، هو مش واخد باله ان دي خدعة كلها عشان القضاء على دانيال بس. وبعد ما صدر القرار دانيال ولا همه. دانيال واحد في بابل بيصلي كل يوم 3 مرات لربنا، والوجهة بتاعته زي ما احنا نصلي ناحية الشرق كده، بيصلي ناحية أورشليم ويفتح الشبابيك بتاعته. طب اسكت، طب اعبد في سرك، لا طب اقفل الشبابيك زي ما بعمل، مش هغير، مش هتغير ده، انت هتخش في جوب الاسود ويقتلوك في جوب الاسود. لا لا ولا يهمني، انا هفضل امين لالهي للنفس الاخير، رجل المحبوب، لانه هو احب الله من كل قلبه، وتعرض للموت كذا مره من اجل الله، لكن فضل في امانته وحبه الغير عادي لله. يا دانيال اتلم، ده انت بقيت شيخ، كان عنده ساعتها حوالي 80 سنه 85 سنه، كبرت، ارحم شيخوختك، هيرموك لجب الاسود ولا يهمني، انا افضل امين لله للنفس الاخير. وقعد يصلي وفتح الشبابيك بتاعته، وطبعا دول راحوا على طول جايبين الشرطه وقابضين عليه وقافشينه ورايحين الملك، زي ده يكونوا جابوا بقى ايه، اصطادوا حرامي يعني، واللي بتكسر قوانينك وما اهتمش بيك ومش عارف ايه وعمل. داريوس فهم اللعبه، فانتوا عاملين كل اللعبه دي عشان دانيال اللي انا بحبه انا قتله؟ حاول من الصبح لغايه بالليل يلاقي ثغرك، هم كانوا حابكينها تمام. فقال له دانيال انا مش قادر اعمل حاجه. قال له لا يهمك. قال له طب الهك اللي بتعبده مش هيقدر ينجيك؟ قال له هينجيني، ما تخافش. قال له دانيال انا يعني محرج ومش قادر اعمل حاجه خالص وهموت. وطنوا سهران لغايه الصبح، حطوا في جب الاسود، وجب الاسود ده عباره عن حفره كده في اخر البلد، حفره كبيره كده مليانه بقى اسود، وريحتها بقى طبعا الاكل بتاع الاسود واللي بايظ واللي بتاع ريحه صعبه. حطوا دانيال وقفلوا عليه. وروح داريوس متضايق جدا جدا جدا، متضايق على نفسه انه اتخم، ومتضايق على حبيبه دانيال اللي هيتقتل، اللي زمانه مات. ده الاسود جعانه بقى لها مش عارف اسبوع ولا بقى لها قد ايه، زمانه مات في دقيقه. وقالوا له طب نجيب لك مش عارف ايه، نجيب لك مزيكا، نجيب لك مش عارف مغني. قال له لا 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 ولا جيبوا لي ولا حاجه. طنه قاعد سهران له الصبح، وفي الفجر اول ما الفجر طلع جري على جب الاسود وبينادي بصوت اسيف يعني زعلان قوي، دانيال الهك اللي بتحبه قدر يعمل لك حاجه؟ سمع دانيال من جوه. قال له انت تعرف ان انا ما عنديش غلط، وتعرف ان انا امين للمملكه، وتعرف ان انا امين لالهي، الهي اللي بعبده أرسل ملاكه وسد أفواه الأسود. فرح وطلعه، والناس اللي اشتكوا عليه رماهم في جوب الأسود، أكادتهم الأسود في ثواني. إيه دانيال؟ قال أنا أمانة للموت، أمانة للموت، هفضل أمين لربنا للموت. دانيال أحب الله بكل قلبه،
وبعدين في آخر حياته ابتدى ربنا يكشف له بقى رؤى جميلة، رؤى عن الممالك اللي هتتوالى على حكم العالم، يعني بعد بابل المادي وفارس وبعدين الدولة اليونانية وبعدين الرومانية، وبعدين ابتدى ياخد نبوات عن المسيح وانه مملكته لن تزول وهتبقى مالية الدنيا كلها، زي حكاية الحجر اللي ضرب برجل التمثال بتاع الإصحاح الثاني ده بتاع نبوخذ نصر وملى الأرض كلها، مملكته لن تزول بتاعت المسيح. تنبأ وسمع حاجات كتير وشاف حاجات كتير، وفي الآخر تنبأ حتى على ربنا كشف له حتى على موت المسيح. دانيال جميل قوي، أحب الله من كل قلبه وكان أمين لله حتى لو كان أمين لوحده. فالمحبوب ده حقيقة، يعني عشان نقول الكلام المظبوط، هو اللي أحب الله من كل قلبه. طب احنا كنا بنقول ربنا بيحب الناس كلها، امال طلع الفرق في ايه؟ الفرق طلع في دانيال مش في ربنا. الفرق طلع في دانيال، هو اللي أحب ربنا جدا 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 جدا. فصار كلمة محبوب دي انعكاس للي جوه قلب دانيال. أحب الله من كل قلبه ومن كل فكره ومن كل قدرته، فحياته اتغيرت واتغيرت خالص. وغير مملكة وغير ملك الملوك اللي كان اسمه نبوخذ نصر، غيره ليه؟ لأنه أحب الله من كل قلبه، كان أمين لله من كل قلبه. عايزين نبقى محبوبين زيه؟ فيش غير الحب والأمانة لله والثقة في الله. ليه بنشك فيه؟ شفنا الأمانة بتاعت الله لدانيال وشفنا أمانة دانيال لله. مفيش حد أحب الله والله خزله أبدا. مشكلة كلها دايما فينا، إحنا بنحب قليل وبنشك كتير ونمشي ربنا خطوة ونرجع خطوتين. ده لغاية سن 90 سنة وهو أمين لله، دخل جب الأسود وهو في الثمانينات وفضل أمين لله. فيش يعني حب الله قوي 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 قوي، ده اللي علينا إحنا نعمله. عايز تبقى محبوب، عايزة تبقي محبوبة، حب الله أنت من كل قلبك، حب الله أنت من كل قلبك، حبه وخلي الأمانة بتاعتك ليه مطلقة. اعرف أنه هو مفيش زيه، اعرف أنه مفيش زي أمانة الله وزي جمال الله وزي محبة الله. مفيش حد زي الله، لا مثل لك بين الآلهة ولا مثل أعمالك، لأنك أنت عظيم عظيم وحدك، أنت الله أنت الله وحدك، لا مثل لك فعلا، مفيش زي ربنا. على قد ما نحبه، على قد ما هنتمتع بحبه واحتضانه، وعلى قد ما هنبقى حاسين ان احنا محبوبين، الهنا مفيش زيه. ياريت نعرفه زي دانيال ونكون امنا ليه زي دانيال ونحبه من كل قلبنا زي دانيال. عمره ما هيخذلنا وحياتنا تتغير خالص. حياتنا فيها مشاكل كتير عشان حبنا قليل، عشان ثقتنا قليله في الله، لكن لو اتملى قلبنا بحب ربنا بصدق، مش عايزين ارضيات، بحبه هو، مش عايز منه حاجات بس اعمل لي وخلي لي وسوي لي، دي مش حب، دي مصلحة. وفي الآخر تاخد ايه من ربنا؟ تاخد اللي انت عايزه. عايز امور ارضية تاخد امور ارضية. طب والسماء؟ للي عايز السماء، والمحبوب للي بيحب. قصة علينا احنا، احنا اللي لازم نحب من كل القلب، واحنا اللي لازم نطلب ربنا بكل قلبنا وبكل ثقة كده ان احنا عايزينك ونعيش ليك يا رب. ربنا يدينا فعلا ان احنا نكون محبوبين زي دانيال، بحب الله من كل القلب وكل الفكر وكل القدرة. حياتنا تتغير وحنبقى مختلفين، حنبقى فوق الدنيا زي ما دانيال ده كان فوق الدنيا، مع مملكة بابل فوق الدنيا، مع مملكة المادي وفارس وداريوس فوق الدنيا، مع بلشاصر فوق الدنيا، مع نبوخذ نصر فوق. ايه ده؟ اصله الهي اللي بعبده، الهي اللي بعبده، اصل انا بحبه قوي، اصل انا واثق فيه قوي، اصل انا مدي له حياتي على طول وبديها له كل يوم، هو هيرفعني فوق كل الامور. مفيش زي الهنا. عايزين نحبه بكل قلبنا ونعبده بكل القلب ونثق فيه، ولما يبقى عندنا حاجه نثق فيه ونصلي له ونقول له يا رب ملناش غيرك، بس خلينا نطلب السماء ما نطلبش الارضيات ونبقى عايزين منه الارضيات وبس. خلينا نطلب السماء ونبقى زي دانيال مستعدين للموت، بس هنطلبك انت ونبقى امنا ليك.